مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا من بغداد معاون مدير عام الشركة العامة للبريد والاتصالات في وزارة الاتصالات المهندس حازم فاضل الربيعي. سيد حازم، هناك شكوى من تراجع في نوعية الخدمات التي تقدمها شركات الهاتف النقال مقارنة بما تقدمه في دول مجاورة للعراق، يعني ما هي الأسباب برأيك؟ أهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة احنا الشركة العامة للاتصالات والبريد اللي تابعة إلى وزارة الاتصالات، أما بخصوص شركات الهاتف النقال الثلاثة فهي لديها رخص ومتعاقدة مع هيئة الإعلام والاتصالات مباشرة. حقيقة احنا بالنسبة ان هم كان اعتمادهم الرئيسي ومنذ بداية إنشاء هذه الشركات الثلاثة على البنى التحتية التابعة لشركة الاتصالات ووزارة الاتصالات. فقدمنا حقيقة انه من كانت البنى تتمثل بالمواقع الأبراج والبدالات وكذلك مشاريع الكابل الضوئي المنتشرة لدينا شبكة من أكبر الشبكات للكابل الضوئي منتشرة تغطي جميع محافظات وأقضية ونواحي العراق. تردي الخدمة بالنسبة إلى يعني حقيقة إحنا كوزارة الاتصالات يعني هم ملزمين بعقود مع هيئة الإعلام والاتصالات. فهم هذه أكو معايير خاصة للاتصالات اللي هي تدعى الكي بي آيز. هذه المفروض حقيقة تطبق عليهم بشكل صحيح ومنطقي ويكون متابع من قبل هيئة الإعلام والاتصالات معهم للوصول إلى جودة أفضل يعني يقتنع بها المواطن. نعم، بعض المشاركات سيد حازم توعن سوء الخدمة لعدم وجود شركات عالمية منافسة، هل في النية أن يفتح مجال لدخول شركات جديدة لتحسين الأداء؟ وحقيقة أنه كلام يعني منذ يعني فترة طويلة أنه المفروض تكون الرخصة الرابعة إلى وزارة الاتصالات وتكون حكومية وتدعم المواطن من حيث الأسعار ومن حيث الكفاءة أيضا. نعم، يعني ولكن هذا الموضوع يعني لحد الآن لم يبصر النور. يعني ما هي الأسباب رغم خصوصا أن المواطن يشكي أو يشكو من سوء الخدمات؟ هو حقيقة يعني أسباب هي هذه تتعلق يعني لأنه أعتقد هو الموضوع يعني المفروض هو مطروح في مجلس النواب أو كذا منذ فترة، يعني حسب معرفتنا أنه يعني يكون يتم عليه التصويت أو كذا من يعني القبيل، كما هو حال قانون وزارة الاتصالات أيضا الذي لم يصوت عليه لحد الآن. نعم، فهذه يعني أيضا إحنا بالنسبة لنا كوزارة الاتصالات والشركة العامة للاتصالات إحنا جاهزين إن شاء الله، لأن إحنا نمتلك البنى التحتية، يعني أكبر شركة بالعراق إحنا نمتلك البنى التحتية وبالإمكان يعني أنه ننجح في الرخصة الرابعة وننافس الشركات الأخرى. نعم، هل هناك نية بتفعيل الهاتف الأرضي مستقبلا؟ نعم. الحقيقة الهاتف الأرضي يعني موضوع هو طبعا هو ينطرح عدة مرات. الهاتف الأرضي النحاسي اللي هو احنا الكبر كيبل يعني القديم هذا حقيقة يعني هو كما هو معروف يعني هي كابلات قديمة هذه أنشئت منذ ستينات القرن الماضي، هي من الناحية الفنية أساسا هي تعبت ويعني يعني انتهى عمرها الفني نوعا ما يعني في أغلبها نتيجة الظروف اللي مر بها البلد ونتيجة هذه الكابلات تعرفين يعني والبنى التحتية اللي صارت يعني اللي مرت الظروف بها. نعم. احنا الان عندنا توجهنا ومنذ عام يعني 2009 و2010 و11 بتنفيذ المشاريع متطوره اللي هي يعني اللي هو الاف تي تي اكس. نعم. يعني هو فايبر تو ذا هوم، يعني ايصال الكابل الضوئي الى المنازل، الى البيوت، الى البنايات، الى الاسواق. هذا حقيقه هو من ارقى التقنيات الان يعني عالميا، يعني لانه هو موضوع الكابل الضوئي هو من ارقى وسيله اتصال. طيب يعني سلكية. لماذا لم يتم تفعيله هذا لحد الان؟ وصوله طبعا هو طبعا هذا هو احنا هو الان يعني بدينا حاليا بدت نتائجه تظهر، يعني بدا يتفعل في بعض المناطق، يعني المناطق اللي استكملت لأنه عملية تنفيذها هي ليس عملية سهلة.
عملية مد كابلات في الأزقة وفي الشوارع وفي مناطق ضيقة جدا، والتجاوزات المساكن على الأرصفة وعلى الشوارع اللي مرت الظروف يعني السنين السابقة، يعني هذا كله يحول يعني بدون تحقيق يعني المشروع بصورة سلسة وسريعة. نعم، فمعاناة كثيرة في التنفيذ. نعم، من بغداد معاون مدير عام الشركة العامة للبريد والاتصالات في وزارة الاتصالات المهندس حازم فاضل الربيعي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، هذا كل ما لدي اليوم من تعليقات وأخبار، أترك المجال للزميل حيدري لمواصلة ما تبقى من النشر. شكرا جزيلا. شكرا لك.